الرجل الذي بعده عتبة ابن غزوان ابن جابر ابن وهيب، ده صحابي جليل برضو رضي الله عنه. يكنى أبا عبد الله، هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية وشهد بدرا، واستعمله عمر لما صار والي أميرا على المؤمنين، عمر بن الخطاب استعمله وجعله عاملا على البصرة، على البصرة استعمله عمر على البصرة واليا، فهو الذي بصرها واختطها، هو رتبه وجعل كذا وكذا. طيب، قال: ثم قدم على عمر فرده إلى البصرة، فمات في الطريق سنة 17 وقيل 15، وهو ابن 57 وقيل 55. عنده خطبة، الخطبة دي أوردها ابن الجوزي وهي في صحيح مسلم، خطبة جميلة جدا. ووفق ابن الجوزي نحسبه والله حسيبه، وفق في ذكره في هذا الكتاب، لأن هذه الخطبة في الزهد كلام، كلمات عجيبة جدا والله، تغير حياة الزول وركز فيها. قال: عن خالد بن عمير قال: خطب عتبة ابن غزوان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. شوف الخطبة دي جميلة كيف، وكلمات ذاتها كلمات فيها توفيق. قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم، آذنت يعني أعلنت، بصرم يعني أو بصرم يعني بانقضاء، يعني الدنيا دي أعلنت إنها خلاص زالت انتهي، وولت حذاء، ولت حذاء، حذاء يعني مسرعة، فلا أسمشت مسرعة، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، هكذا عند ابن الجوزي، وفي بعض الروايات يصطبها صاحبها، بقى فيها حاجة بسيطة بس. وإنكم منقلبون منها إلى دار لا زوال لها، بعدين بتمشوا لشنو؟ للآخرة. الكلمات دي يا جماعة لو الناس فكرت فيها عجيبة مرة واحدة. تخيل الزول المشرك ده يعاديك في الدنيا، دين دخلوه النار ما بيقعد سنة ولا سنتين ولا 200 سنة ولا 300 سنة، خالدين فيها أبدا، يعني زول في عذاب ما بينتهي مرة واحدة، ما في نهاية، كله كله. انت لو فكرت في خالدين فيها أبدا دي، كان الزول فر من أي معصية ومن كل أنواع الشرك والبدع. انت لو خدتوك في غرفة مكيفة ومروحة وفيها ثلاجة وقال لك اقعد شهرين لا تتكلم مع زول ولا يتكلم معك زول، ما بتقلق؟ تقلق يا أخي والله أنا شغل زي ده ما بينفع معي، تقول لهم كده وانت قاعد في نار، قال لك بعدين، وما في مرقة، كله كله جوع عطش تعب عذاب، نسأل الله العافية والنجاة. قال: فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، يعني أعدوا لهذه الدار دار الآخرة خير ما تقدمون لها من العمل الصالح والتوبة والطاعة، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى في شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا. وقال: والله لتملأن، أو كلمة النحو، يعني النار دي بتتملي، والحجر بيرموه فوق 70 سنة حتى يصل شنو؟ القعر، يعني 70 سنة الحجر ده طاير حتى يصل القعر. شوف الحجر لما ترميه بيصل الواطة سريع كيف، هو ده 70 سنة طاير عشان يصل من شفير جهنم لقعرة، وبيجي يوم بتتملي. قال: فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. قال: أفعجبتم، قال عتبة، أفعجبتم
والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة. ما خلاص يتكلم عن النار جل شنو الجنة. قال والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما. الباب بتاع الجنة بس الباب مفتوح بين الضلفة للضلفة تركب حصان 40 سنة مش كبير. عين قال فيه شنو؟ قال وليأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام. مش الباب ده كبير كذي بيجي يوم بيبقى فيه زحمة الناس جدا تمشنو داخل. أسأل الله يجعلنا من هؤلاء. والله يا جماعة زول محروم باب قدر ده ما تخش به كذي. دعاة الشرك ديل نوريهم في الباب يفتشوا فيه الشباك والشباك فيه شبك ما بتمرق غير لك مش بالباب. توب لربك سبحانه وتعالى لربك. قال وليأتين عليه يوم وهو كضيض الزحام أي من الزحام. ولقد رأيتني يعني نفسه عتبة وأنا سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده في البداية أنا السابع بيجي عبد الله بن مسعود السادس. قال ما لنا طعام إلا ورق الشجر. بناكل ورق شنو؟ شجر. الرسول عليه الصلاة والسلام صحابة في بداية الأمر يبتلوا إنسان يبتلى يصبر. قال حتى قرحت أشداقنا وإني التقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد. ده من شدة الفقر. قال فأتزر بنصفها وأتزرت بنصفها فما أصبح منا أحد اليوم حيا إلا أصبح أمير مصر من الأمصار. إني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. شو النازل بعد الملك وكذا ما اغتروا به ولا طلبوه بل بيتذكروا شنو الماضي. وده من التوفيق من التوفيق كما في حديث الأعمى والأبرص والأقرع. ده من التوفيق تتذكر الماضي. شكي الله قال للنبي عليه الصلاة والسلام ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى. قال وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت حتى تكون عاقبتها ملكا وستبلون وستجربون الأمراء بعدنا. انفرد بإخراجه مسلم. قال وليس لعتبة في الصحيح غيره. انتهى الكلام عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه.